معنا محمد سعود إطار، يعني في أكبر المستشفيات في لندن. سي محمد صباح النور. صباح النور جعفر، بارك الله فيكم. مرحبا بك سي محمد على موجات جورة اف ام، تحديدا برنامج ديجا ديجا. سي محمد، انت فين سبيطار بالضبط؟ انا في سان ميريز هوسبيتال بادينغتون امبيريال كوليدج لندن. هذا مثلا لو كان قارنوا بمستشفيات تونس يتسمى رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة؟ ملغزمهم ما نجموش نقارنوا جعفور. لا ما فهمتنيش، معناتها مستشفى كبير أحسن من إمبريال كوليدج، من أعظم مستشفيات في لندن. احنا عنا إمبريال كوليدج هي تتلها بخمسة مستشفيات في سنتر في لندن، هي معناتها سان ميريز هوسبيتال اللي أنا نشتغل فيها وهامر سميث وشارين كروس وكوين شارلوت، وعندنا ويسترن آي هوسبيتال، هذايا مثلا العيون داخل معانا في المنظمه نتاع امبيريال كوليدج. سي محمد سعود، البارح كلمتك تقريبا الماضي ساعه نتاع الليل بعد ما شفت الفيديو اللي هبطته، اعطينا توا المعلومه الصحيحه، خاطر حاله من الرعب والفزع والعباد ما عادش فاهمه. فسر لنا، عندك خمسه دقائق باش تفسر، لانه هذايا زاد المكالمه باش تعمل برشا بارتاج في على صفحات التواصل الاجتماعي. بارك الله فيك، نعرف بروحي انا جعفر. تفضل. معناتها شكون انا؟ انا اسمي محمد سعود من ولايه بنزرت، معناتها بريطاني، عندي 20 سنه هنا في لندن. جو سوي ان او دي بي اوبريتنج ديبارتمنت براكتيشنر، معناتها جو سوي ان مومبر دو سيرجيكال تيم اللي معناتها في التياتر، معناتها احنا اون اسيست معناتها الانستيتيكس والسيرجن، وبطبيعه بعد كي الباسيون يمشي ريكفري احنا نبداو معاه حتى لين يمشي معناتها يهبط للوورد، معناتها يهبط للجناح اللي خاص به. كونسيرنون الفيروس توا اللي معناتها ظهر توا اخيرا في بريطانيا، هي راي ظهرت حاله ولا اثنين في نصف سبتمبر واكتوبر في اسكس معناتها ساوث ايست لندن، ولكن ما تعطوهاش معناتها اهميه كبيره، اللي هي معناتها هو سي ان كورونا فيروس، هذا معناتها سلاله جديده. لكن بما انه معناتها اللي صار في بريطانيا اخيرا 5 ديسمبر كي قررت الحكومه البريطانيه وبوريس جونسون اللي باش يحلوا، خلي العباد معناتها تخرج باش تعمل معناتها تتفرهد وتخرج للنوال وكل، لقينا السلاله هذه انتشرت بصفه غريبه ياسر. 70% عنده قوة انتشار عادي أكثر من الفيروس العادي، لكن ثم نقاط مهمة لازم العباد تفهمها، اللي راهو ماهوش أخطر من كورونا، معناتها ما تعملش دامج أكثر للعباد، ما يعملش خطورة أكثر للعباد، هذه حاجة مهمة كبيرة، معناتها ما فماش يتكلف حاجة أكثر من اللي قاعدين نعملوا فيه، معناتها توا بوغ أون تخيت معناتها لي انتريت مانتا لكورونا فيروس بيشن. سي محمد، معناتها المعلومه الاولانيه ماهوش اخطر من كورونا. كورونا ماهوش اخطر من كورونا، باهي هذه السيوغ ساختين، ماهوش اكثر انتشار، ينتشر بصفه اكثر لكن ماهوش اخطر، ماهوش يقتل والا ما تبش يهزك كما نقولوا انتنسيف كير نعاش والا لا، ماهوش اخطر اما ينتشر اكثر سرعه. وبطبيعه معناتها يعني اللوجيك هذا كلامي، خاطر كي حلوا العباد خرجوا من الحظر الصحي الشامل، بطبيعه العباد كل تلمت كل في بقعه والناس كل خرجوا، كما معناتها سي تخي لوجيك اللي قاعد يصير توا. باهي سي محمد، سي محمد باهي. السؤال الثاني سي محمد، معناتها قلت لنا اللي كونوا الكورونا هذه الفيروس هذا جديد ماهوش اخطر من كورونا. هي سلاله راهو هو سليمان فيروس، هو سي كورونا فيروس، هو هذاك اسمه كوفيد 20 قولوا. هذاك علاش اسمه كوفيد 20 سماوه؟ لا جعفر غلط المعلومه، منين جبتها انا؟ خليني نطول مع الراجل، ربي يعلم بيا. المعلومه الاخرى معناتها سريع الانتشار لانه الناس تسيبت، ولا هو سريع الانتشار؟ وهو سريع. هي قلت لك في سبتمبر خرجت كا ولا اثنين في اسكس. علاش توا خرجت اكثر؟ معناتها كي تبيع العباد معناتها ولاو ما عادش مقيدين بالحجر الصحي وبالبروتوكول الصحي، فوالا يعطيك الصحه، انتشر بصفه معناتها مهوله، بصفه كبيره.
هذاك اللي اكزاكتومون اللي قاعد يصير، لكن باش يكون اخطر ماهوش اخطر. ماهوش اخطر. السؤال الموالي اللي التوانسه الكل يحبوا يعرفوه، التلقيح ما مدى نجاعته؟ حكيت لي البارح عن التلقيح. صح، سؤال ياسر باهي في بلاصتو. التلقيح راهو انا معناتها من صفتي انا اللي كما نقول بدينا به، وانا اول تونسي في العالم خذيت اللقاح هذا في امبيريال كوليدج لندن. اللقاح عنده مفعول كبير برشا، وسيختو عنده مفعول زاد مع السلاله الجديده هذه، ماهوش باش يوقفوا اللقاح، معناتها قاعدين يوصيوا العباد معناتها باش ياخذوا اللقاح هذايا. جعفر انت عملته استاذ، معناها زرقته وقتاش؟ وقتاش انا اول تونسي، قضيت البوست الاولانيه بعد افطر معناتها بقيت 3 semaines ناخذ البوست الثاني، خاطر تعطى في دو بوست جرعات معناتها. تنصدقني ربي دكتور، اكثر من 500,000 بريطاني خذ التلقيح. مانيش دكتور راهو، مانيش او دي بي، ميسيرش طاقم شبه طبي. خويا محمد تنقول لك سي محمد، مش مشكل سي محمد. كان صدقني ربي اكثر من 500,000 بريطاني خذوا التلقيح اكثر. وتوا نحبوا نوصلوا معناتها، كما نقولوا 80% من المجتمع البريطاني، خاطر ما كيما تعرف معناتها ديما فما عباد اللي تقول لك لا معناتها ما نعملوا الكل. اما انا نوصي به معناتها، نوصي اللي سيغتو معناتها اللي في الاطار الطبي معناتها اللي في الفرونت لاين. واضح واضح سي محمد، واضح سي محمد، واضح سي محمد سعود. شكرا جزيلا، يعطيك الف صحه على المداخله.